قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. حان موعد أكل فطيرتي اللذيذة. بسم الله. مرحبا سامي. أعطني الطعام. انتظر، لماذا تأخذ منه الطعام؟ ماذا؟ لماذا أخذت الطعام من بدر؟ لقد نسيت طعامي في المنزل، فبحثت عن طريقة أحصل بها على الطعام. وإذا كنت قد نسيت طعامك، ليس لك حق في أكل طعام بدر. بل سآكله. هناك طريقة أخرى سوف تجعلك تحصل على الطعام. ها؟ لا أفهم، ماذا تقصد؟ شكراً يا صديقي. والآن سنقتسم طعامي معاً، ما رأيك في هذه الفكرة؟ فكرة جيدة، ما دمت سأحصل على الطعام. وستحصل أيضاً على محبة أصدقائك. وتأكد يا سامي أن القوة في القلب وليست في الجسد. هاهاهاها